موضوع محاضرة اليوم عن الطبقات الدنيا في القاهرة في عصر المقريزي، وبطبيعة الحال هو موضوع له يعني شوق، لأنه يتناول طبقة أو مجموعة من الناس في هذه الفترة كما سنستمع من سيادته، لهم دور كبير في هذه الفترة في تاريخ مصر، خاصة في عصر المقريزي الذي هو بطبيعة الحال ابتداء من نهاية أواخر القرن أو منتصف القرن السابع وحتى منتصف القرن الثامن الميلادي. يتفضل الأستاذ الدكتور أيمن فؤاد بإلقاء المحاضرة، ثم يعقبها المداخلات والتساؤلات، فليتفضل. شكرا يا دكتور حسن، ويسعدني مرة أخرى أن أكون في حضرة أساتذة قسم التاريخ في كلية الآداب جامعة الملك سعود. وحقيقة أن الدكتور تركي طلب مني هذا الموضوع وتطلب مني بعض التحضير، فأنا أستمعكم إذا كان غير مكتمل، لكن عندما أعده للكتابة سأحاول أن أستوفي التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع. طبعا طبقات الدنيا في العصر المماليكي، في عصر المماليك هي دراسة اجتماعية في الأول والآخر، تتعلق بدراسة طبقات المجتمع والمجتمع المصري في هذا العصر الثري الممتد لأكثر من 300 سنة، ونحاول أن نتعرف على تركيب المجتمع المصري في هذا العصر، ومن خلاله بالطبع سنتناول طبقة العوام أو طبقات الدنيا في العصر المملوكي. المجتمع المصري منذ العصر الفاطمي كان فيه خصوصيات، بمعنى أن كان البيت الفاطمي ومن له علاقة بالبيت الفاطمي يمثلون صفوة المجتمع المصري، وكانوا يقطنون مدينة القاهرة الفاطمية عند تأسيسها الأول. ثم سنجد مجموعة طبقات الشعب المصري تنتشر خارج هذا المدينة الحصن، هذه المدينة الحصن، الفسطاط أولا، ثم المراكز الحضرية الكبرى مثل الإسكندرية على سبيل المثال، والمراكز التي تطورت ونشأت في سائر الإقليم المصري، إقليم الغربية، إقليم الشرقية، إقليم قوس الذي كان عاصمة الجنوب. واستمر هذا الوضع حتى خلال العصر الأيوبي، ثم في العصر المملوكي، ولكن العصر المملوكي شهد تحولا جذريا في تركيب الشعب المصري، بحيث أن أصبح هناك عناصر طارئة جديدة على المجتمع، هي العناصر التي بدأت مع صالح نجم الدين أيوب، والتي نشأها في جزيرة الروضة الموجودة في مواجهة الفسطاط في النيل. هنعرف أن صلاح الدين بنى قلعة الجبل على النشز المتقدم من هضبة المقطم لتكون مشرفة على العاصمة الإدارية لمصر في ذلك في العصر الفاطمي، والعاصمة العلمية والتجارية الفسطاط، وفتحت هذه المدينة الحصن أبوابها لجماهير الشعب أنها تدخل إليها، وبذلك فقدت جزءا من هيبتها ومكانتها، أو ابتزلت كما يقول المقريزي، وامتهنت بعد أن كانت حصنا يسكنه الخليفة والمقربين منه. المماليك هم عناصر مجلوبة من منطقة أسيا الوسطى ومن القبجاق وما حولها، ثم انضم إليهم في مرحلة لاحقة بعض المغول، وهناك أيضا بعض العناصر القادمة من وسط أوروبا كانت أيضا تمثل جزءا من طبقة المماليك. وهو نظام جديد عند المسلمين. بالطبع كان هناك مماليك في العصر العباسي، وكان هناك مماليك حتى في العصر الفاطمي، لكن لم يكونوا يتولون السلطة العسكرية والسلطة السياسية كما أصبح الحال في العصر المملوكي، وأصبح شرطا ليتولى السلطان أن يكون في أساسه مملوكا. يعني هنا
الشخص الحر لم يكن مؤهلا لأن يكون سلطانا في هذه الفترة الممتدة على 3 قرون. حتى كما ذكرت في محاضرة الأمس أن الجيل الثاني من المماليك الذين ولدوا أحرارا واعتنقوا وولدوا مسلمين لم يكن من حقهم إطلاقا الترقي في السلسلة العسكرية لطبقة المماليك، وإنما كانوا يتولون مناصب إدارية وكانوا من الكتبة في الدواوين، واشتهر منهم أفراد كثيرون مثل أبو المحاسن يوسف ابن تغريبردي على سبيل المثال المؤرخ، وبيبرس الدوادار الذي كتب زبدة الفكرة وغيرهم. المقريزي له رسالة مهمة كتبها سنة 808. هذه الرسالة كانت مصر منذ الوباء الأسود The Black Death الذي اجتاح حوض البحر المتوسط منذ سنة 749، والذي قلص عدد السكان، طاح بثلث سكان هذه المنطقة، استمر حوالي 15 عاما. تبعه العديد من الكوارث الطبيعية والشدائد الأوبئة في عصر الأشرف شعبان على سبيل المثال في منتصف أو الربع الأخير من القرن 8 الهجري، ثم جاءت شدة شديدة سنة 806 في كتاب المواضع والاعتبار للمقريزي، ذكرها في أكثر من 60 موضعا. المحن التي حدثت سنة 680 بسبب المحن التي حدثت في سنة 680، حتى أنني قدرت أن المقريزي تحمس لكتابة المواعظ لكتابة كتابه المواعظ والاعتبار في أعقاب هذه المحنة حتى يسجل ما بقي من أثار القاهرة، بحيث أن عظمة القاهرة التي يشيد بها المقريزي على امتداد صفحات هذا الكتاب كانت قد بدأت في التلاشي في هذه الفترة بعد هذه المحنة المتتالية التي اجتاحت مصر في الربع الأخير من القرن 8 الهجري الرابع عشر الميلادي وفي سنة 806، وفقد ابنة له بسبب هذه المحنة وهذه الشدة التي اجتاحت مصر، دفعته إلى أن يكتب في ليلة واحدة في عام 800 رسالته المعروفة بإغاثة الأمة بكشف الغمة. هذه الرسالة هي رسالة في التاريخ الاقتصادي نادرة جدا، يتحدث فيها عن المحن والكوارث والشدائد التي مرت بمصر منذ سيدنا يوسف في العصر المصري القديم وحتى سنة 806، وتخللها ذكر لكل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي اجتاحت مصر على امتداد هذه الفترة الطويلة. في هذه الرسالة قسم المقريزي أهل مصر في عصره إلى 7 أقسام. أهل الدولة من المماليك هم المهيمنين على الدولة المصرية، وأهل اليسار من التجار، ومتوسط الحال من الباعة والسوقة، وأهل الفلاحة والفقهاء ويشملون طلاب العلم وأرباب الصنائع والمهن وذوي الحاجة والمسكنة. ده التقسيم الذي قسمه المقريزي لطبقات المجتمع المصري في نهاية القرن 8 الهجري ومطلع القرن 9 الهجري. من الواضح أن هذا التقسيم رغم شموله يغفل ذكر أرباب الوظائف الديوانية من المسلمين وأهل الذمة، لأن احنا لازم نلاحظ أن أهل الذمة حتى سنة 700 يعني أثناء فترة حكم الناصر محمد بن قارون الطويلة في السلطنة الثالثة التي بدأت سنة 709 وانتهت بوفاته سنة 741، حصل تحول كبير في نسبة أهل الذمة في مصر، لأن حصل تحول كبير إلى الإسلام في هذه الفترة، بينما كان من قبل نسبة أهل الذمة إلى المسلمين تكاد تكون منصفة. وده واضح حتى في نهاية العصر الفاطمي، لأن قضية الأسلمة في المجتمعات العربية الإسلامية لم تتم بنفس السرعة التي تمت بها عملية التعريب، وحركة التعريب بدأت في النصف الربع الأخير من القرن الأول الهجري واستمرت حتى أنه عند أثناء القرن الرابع الهجري
لم يكن أحد يتكلم اللغة القبطية في مصر، حتى أن ساويروس ابن المقفع صاحب كتاب تاريخ بطريقة الإسكندرية، وهو كتاب يسجل منذ ما قبل الإسلام تاريخ البطاريقة الذين تولوا البطاركية الكرازة المرقسية في الإسكندرية، كانت تكتب باللغة القبطية. كان ساويروس هو أول من كتب في هذه السلسلة باللغة العربية، وكتب في مقدمتها أن الصلوات في الكنائس تقام بالعربية، وأنه لو كتب باللغة القبطية فلا يجد أحد يفهم ما يكتب. فبدأ منذ هذا التاريخ كتابة تاريخ بطريقة الكنيسة تكتب باللغة العربية. فإذا قضية التعريب كانت سابقة، لأن العمل في الدواوين وتعريب الدواوين الذي بدأ في عصر عبد الملك بن مروان جاء مبكرا، لكن قضية الأسلام نفسها ظلت كل محتفظ بدينه وعلى يدفعون الجزية، وسواء كانوا من النصارى أو من اليهود، لكن قضية الأسلام نفسها لم تتم إلا في أثناء القرن الثامن الهجري. هنا حصل تحول كبير في نسبة السكان بين أهل الذمة وبين المسلمين، واندمج أهل الذمة مع المسلمين وتزوجوا منهم وتحولوا إلى الإسلام. وزي ما بقول إن أهل الذمة كانوا بيتولوا على الأخص الوظائف الديوانية الخاصة بجباية الخراج والمسائل المالية بصفة خاصة، لأن لهم خبرة طويلة. حتى إلى وقت قريب من يتابع الأفلام المصرية في الثلاثينات والأربعينات سيجد أن الكتاب الموجودين في الكتلات الزراعية المشهورة هي أن كاتب الدائرة كله هتلاقيه مسيحي في الأغلب القبط. غير أن المقريزي جعل هذا التقسيم في معرض موضوع اقتصادي، ولعله أدمج الأعراب في أهل الفلح، لأن الأعراب أيضا يمثلون جزءا من العناصر المكونة للمجتمع المصري، ولكنهم كانوا يوجدون في البادية بصفة خاصة، في سيناء من ناحية وفي الواحات من ناحية أخرى. كما أدمج أرباب الوظائف الديوانية في مختلف الطبقات التي عاشوا فيها، لأن هتلاقي منهم ناس من طبقة عليا وطبقة متوسطة، لكن يجمعهم مع بعض أنهم من أهل الوظائف الديوانية. في نفس هذه الفترة زار مصر رحالة كريتي اسمه بيلوت الكريتي، كان معاصرا للمقريزي. فقسم المجتمع المصري إلى ثلاث طوائف كبرى، جعل هي الشعب المصري بمختلف فئاته الخاضعة لحكومة السلطان سياسيا ولنفوذ الخليفة دينيا. نحن نعرف أن الظاهر بيبرس في سنة 661 استضاف الخلافة العباسية في مصر بعد سقوطها في بغداد سنة 656 ليستمد منهم الشرعية لحكم المماليك، وبالتالي أصبح مركز الخلافة السنية هو القاهرة وقلعة الجبل، وبالذات في مكان بجوار مشهد السيدة نفيسة، لأن الخلفاء العباسيين الذين أقاموا في مصر لم يكن لهم أي دور سياسي، فقط هم يعتمدون تولي السلطان للسلطان، ليس لهم إلا نفوذ روحي فقط، حتى أنهم كانوا يتكسبون حياتهم من بيع الشموع حول مشهد السيدة نفيسة. يعني كانوا في حالة مجرد أنه هو رمز روحي يستمد منه السلطان المملوكي الشرعي. الطائفة الأولى زي ما ذكرت هي الشعب المصري بمختلف فئاته. الطائفة الثانية هي طائفة المماليك، وهي طائفة عسكرية شعارها الأطماع والدسائس والانقلابات. ثم طائفة البدو أو الأعراب الذين لا يتركون فرصة تمر دون أن يخلقوا للحكومة والأهالي متاعب متنوعة. ابن خلدون عاش أيضا في مصر في هذه الفترة، وصل إلى مصر سنة 784 الله يطول عمرك، بعد 10 أيام من انتقال السلطة في مصر من المماليك البحرية إلى المماليك الشراكسة أو المماليك البرجية، يعني جاء بعد 10 أيام من تولي السلطان الظاهر برقوق.
الإسكندرية. فأثناء الفترة التي أمضاها في مصر وهي أكثر من ربع قرن أو حوالي ربع قرن، قال أن ملك مصر في عصر المماليك إنما هو سلطان ورعية، أي أن هناك طبقة حاكمة مسيطرة تمثل السادة المماليك، وطبقة من المحكومين المغلوبين على أمرهم يمثلون فئات أهل مصر جميعا. إذا انتقلنا إلى هذه الطبقات المختلفة التي ذكرها المقريري بصفة خاصة، سنجد أن طبقة المماليك تمثل أقلية عسكرية ممتازة، يعني نوع من الميليتيري أوليغاركي، الأوليغاركية العسكرية، الأقلية العسكرية. وكانوا ينتسبون، نجد إحنا أكثر المماليك عندهم فلان الأشرفي، فلان الناصري، فلان الظاهري، فكانوا ينتسبون إلى الطبقة، إلى الشخص الذين يقدرون في حلقة سياسته، يعني هما مماليك السلطان الأشرف أو مماليك السلطان الظاهر أو مماليك السلطان الناصر، لكن الناصرية الظاهرية وهكذا الأشرفية. وأيضا ربما ينتسب بعض المماليك إلى الذين جلبوهم التجار، الذين جلبوهم، نحن عارفين أنهم كانوا يباعوا ويشتروا فينسب إلى التاجر، مثل على سبيل المثال يلبغة السلمي، هذا الرجل كان له دور مهم في عصر الظاهر برقوق وينسب إلى التاجر الذي باعه والمعروف بسالم، أو أنه ينسب إلى أنه جاء من طرف فلان، فحنلاقي برضه هو التاجر اللي باعه، فحنجد مثلا ناس معروفة باسم أسبك من تطف، يعني أسبك من التاجر تطف، أو يشبك من مهدي اللي هو يشبك الذي جابه مهدي، ففي بعض الناس تكتب يشبك ابن مهدي أو أسبك ابن تطف، وده خطأ، هو كلمة يعني استبعده كلمة من، لكن هو أسبك من مهدي وأسبك من تطف ويشبك من مهدي. وطبعا المماليك عاشوا في عزلة عن مجموع الشعب المصري، هم عاشوا في القلعة وعاشوا وعندهم اقطاعاتهم المنتشرة في الإقليم المصري، وعندهم جنودهم من المماليك اللي داخل كل اقطاع، فهم كما لو انهم مجتمع معزول بالضبط زي المجتمع الفاطمي اللي تكلمت عنه المرة اللي فاتت، اللي عايش داخل المدينة الحصن بعيدا عن مجموع الشعب المصري. وحتى هناك دراسات كتير بيعملها بعض المتخصصين على ما هي اللغة التي كان يتحاور بها المماليك في القلعة على سبيل المثال، وهل كان مجموع الشعب يستطيع أن يتفهم اللغة التي يتحاورون فيما بينهم بها. الطبقة الثانية اللي هي طبقة المعممون أو أرباب العمائم، هم أرباب الوظائف الديوانية، ودي تمثل الفقهاء والعلماء والأدباء والكتاب، وكان يطلق عليها أحيانا أرباب الأقلام. احنا عندنا في العصر الفاطمي تمييز بين أرباب الأقلام وأرباب السيوف. أرباب السيوف في العصر الفاطمي كانوا يمثلون العنصر العسكري اللي بيمثله هنا المماليك، بينما أرباب الأقلام هم طبقة العلماء الذين كانوا يتولوا الدواوين ويتولوا التدريس في المساجد والمدارس من الفقهاء. طبعا كانت هناك طبقة مهمة أخرى هي طبقة التجار. طبقة التجار لأن النشاط التجاري كان هو النشاط الاقتصادي الرئيس اللي بتعتمد عليه ميزانية الدولة، بالإضافة إلى ما يجلبه الخراج والزكاة والجوالي والمكوس التي تجبى أو تجمع في المواني المصرية المختلفة، لكن كان النشاط الاقتصادي هو النشاط الغالب في هذا الوقت في مصر. وأيضا يضاف إليهم وطبقة أخرى اللي هي الصناع وأرباب الحرف الذين يقومون بالصناعات الحرفية الصغيرة، وهؤلاء هم الذين كانوا ينتمون إلى الطوائف الحرفية وإلى النقابات، كان هناك نقابات وكان هناك طوائف حرفية في مصر. واللي يرجع منا إلى رسائل إخوان الصفا يجد فيها البدايات اللي بتتكلم عن نشأة فكرة الطوائف أو الكوبراتيف. والفترة دي بالذات هنجد شخصية عريف الطائفة، هو الشخص المسؤول عن الطائفة وبقية الأفراد
المنتمين الذين تدرجوا تحت الطائفة. طبعا كانت هناك أقلية موجودة ولكن بدأت تتراجع نسبتها اللي هي بتمثلها أهل الذمة، وأهل الذمة كانوا يجمعون بين النصارى واليهود، وكان لهم دور مهم ولهم نظامهم الخاص بهم واحتفالاتهم وأعيادهم الخاصة التي كان يشاركهم في الاحتفال بها حتى من العصر الفاطمي. الخليفة الفاطمي نفسه كان بيحضر عيد الميلاد، كان بيحضر عيد الغطاس، وكان بيحضر أعياد كثيرة، وتكرر نفس الشيء في العصر المملوكي. نضاف إلى دولت أهل الفلاحة والأعراب اللي كانوا موجودين في الريف المصري في الوجه البحري والوجه القبلي، بالإضافة إلى الأعراب الذين كانوا يوجدون في البوادي وفي المناطق الحدودية. الطائفة الأخيرة بقى هي طائفة العوام. طائفة العوام دي طائفة ضخمة جدا ينتظمها الباعة والسوقة والسقائين والمكاريين والمعدمين، وألحقت بها طوائف الزعر والحرافيس والمشاعلية، ودول كانوا نسبة كبيرة جدا لأن كانت الكودوفي يعني مستوى المعيشة في مصر في ذلك الوقت كان مرتفع جدا، وبالتالي في أن العوام كانوا بيمثلوا جمع مجموعة كبيرة، يعني ما أقدرش أقارنهم بأهل الدواوين أو بالمجموعة اللي بيمثلها المماليك أو المجموعة، كان هم الغالبية في التكوين، ولكن كان مستواهم المعيشي منخفض جدا وكانوا بيسببوا مشاكل للدولة. هناك دراسة مهمة كتبها باحث انجليزي او امريكي في منظوم اسمه ويليام براينر. ويليام براينر كتب مقالة عنوانها معنى الحرافيش وسلطانهم، The Significance of the Harafish and the Sultan، في مجلة جيشور الأمريكية اللي هي Journal of Economic Social History of the Orient. بتكلم فيها عن عنصر من هذه العناصر هو عنصر الحرافيش، وإحنا عندنا رواية مشهورة كتبها نجيب محفوظ تستعيد الفترة وذكرى مجموعة الحرافيش اللي كانوا فيهم الفتوات وفيهم الناس اللي بيشغلوا البلطجة وبيشغلوا بالحماية الأفراد من جهة لكن يختصوا من الأبنياء لصالح الفقراء. فبنقول إن الحرفوش ويجمع على حرافيش هو مصطلح يدل على الفئة الدنيا من طبقات المجتمع في العصر المملوكي، مثل المتشردين أو السوقة أو الأوغاد، يعني بالمصطلح يعني سفلة من الناس، وهو مصطلح يقابلنا في الحوليات والمؤلفات الأخرى التي كتبت في العصر المملوكي اعتبارا من القرن السابع الهجري السادس عشر الميلادي وحتى منتصف القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي في مصر والشام، لأن احنا عارفين أنها كان ينتظمها سلطنة المماليك نفسها. وآخر المؤلفين الذين استخدموا هذا المصطلح بهذا المعنى هو محمد بن إياس صاحب بدائع الزهور المتوفى سنة 930 هجرية. يمثل الحرافيش جماعات انتشرت في المراكز العمرانية، يعني هم ما كانوش بيعيشوا في الأطراف، هم بيعيشوا في قلب العواصم في القاهرة في الفسطاط، في مش زي الآخرين قاعدين في الريف أو قاعدين في البادية، على الأخص في القاهرة ودمشق، وتتألف من المتسولين المحترفين وذوي العاهات والمتعطلين والعاهرات. ويبدو أن الحرافيش، وإحنا عندنا الحقيقة وصف للمقريزي بيتكلم عن شخصية هي زي يكون نقيبة العاهرات بيسموها ضامنة المغاني، وكانت تدفع للدولة رسوما في مقابل ممارسة هذا النشاط، وكانت لازم تسجل عندها كل النساء اللي بتمارس، فسموها ضامنة المغاني. في بعض النسخ أو المؤلفات ما بيفهموش المعنى بيقولها ضامنة الأغاني، طبعا ده معنى ما لهوش علاقة خالص بالموضوع لكن منتشر. ويبدو أن الحرافيش قد شكلوا نوعا من الطائفة كان يرأسها شيخ يطلق عليه سلطان الحرافيش، هو المهيمن على المجموعة دول، كما شكلوا جماعة خطيرة كانت تساهم في الفتن الشعبية وفي عمليات النهب. ولضبط هذه العناصر المتمردة
منطقة أو بيسموهم في سوريا إيه؟ الشبيحة. ما إحنا بنتكلم عن القاهرة ودمشق أصلنا، فإيه المنطقة الشبيحة هنا؟ ولضبط هذه العناصر المتمردة والمنظمة في الوقت نفسه، كان السلاطين وكبار الأمراء يتصدقون عليهم، كما كان يتولى النفق عليهم في فترات المجاعات الأمراء وكبار التجار. وطبعا كانوا نتيجة لأنهم كانوا بيقوموا بعمليات الفوضى والفتن في المجتمع، فكان الأمراء إذا حصلت أي فتنة أو أي مشكلة يطلبوا من العساكر المماليك بقى، جنود المماليك، أن يتولوا القبض عليهم. بمعنى أنه كان في أزمة في أسواق القاهرة في مرحلة من المراحل، وكان الوزير هو الوزير منجك، فطلب من علاء الدين القراني ولي القاهرة أن يقبض على الحرافيش ويقيدهم ويسجنهم خوفا من غائلتهم ونهبهم الناس عند وقوع الحريق، لأن كان حصل أزمة حريق. هي بالضبط زي اللي بيحصل دلوقتي، لما يحصل مشكلة أو أزمة تلاقي ناس اندستوا كده في الوسط ويسرقوا وينهبوا وبتاع، هو ملوش دعوة بالقضية اللي حصلت، لكن هو داخل في الوسط عشان قادر يستفيد وياخد، لأنه مش لاقي ياكل ولا يشرب ولا بتاع فبينهب. وده بيحصل دلوقتي، يقول لك مثلا ايه حريق في المجمع عام مصر، فتلاقي ناس دخلت خدت كتب وخدت حاجات ملوش علاقه بيها، لكن فرصه بيعمل نفس النظام. فلذلك طلب ساعه لما حصل الحريق اجتاح القاهره في الفتره دي، ايام حريقه الكنائس، المسيحيين حرقوا الكنائس للمسلمين والتانيين كانوا بيصلوا، فحصلت فوضى، فطلب منه انه يقبض عليهم خوفا من غزو عند قولها، فهتتبعهم وقبض عليهم في الليل من بيوتهم ومن الحوانيت حتى خلت السكك منهم، بحيث ان الامور تبقى اكثر هدوءا. يعني مثلا لما انت محتاج انك تعمل جسر او تعمل حفر في ترعه او تعمل شيء من هذا القبيل، كان الناس اللي بيجيبوهم للعمليه دي هم مجموعه الحرافيش اللي بيكونوا العوام او المحتاجين من الناس، زي لما جم يعملوا الجسر من بولاق الى مدينه السيرك. تطلب كل أحد من الناس الفعلة، فطلبوا الفعلة من غوغاء الناس لنقل التراب حتى عدمت الحرافيش، بمعنى أن أصبح الحرافيش كلهم قدوهم يشتغلوا في عملية الأرض، يجرفوا الأرض ويجرفوها عشان يعملوا الجسر اللي هيصل من بولاء لمينة السيرك، فأصبح مش لاقيين حرافيش يستخدموهم في أنشطة أخرى. طبعا عشان المماليك يخشوا الضغط اللي ممكن يقوم به الحرافيش أو الغوغاء من الناس، كانوا خصصوا أوقاف يصرفوا بها عليهم بحيث أنه يبقى يجدوا شيء ممكن يتقوتوا منه، فجعلوا الفقراء نصيبا من ثروتهم من باب التقوى والزلفة على عادتهم. فجعل السلطان الظاهر بيبرس وقف الطرحاء لتغسيل فقراء المسلمين وتكفينهم ودفنهم. وكان عندنا حاجة موجودة في أسفل القلعة اسمها مصلى المؤمنين، ده كان معد لتكفين الناس اللي ما عندهمش أهليهم قدرة أو اللي وجدوهم في الطرقات، زي دول ما ده ملوش أهل أساسا، ده قاعد سارح في السكة، فإذا توفى أحد منهم فكان في وقف السلاطين مخصصينه بحيث يتولى تغسيل وتكفين أولئك الأفراد والصلاة عليهم في مصلى المؤمني الموجود في أسفل القلعة. السلطان المؤيد شيخ دأب على إرسال بعض مماليكه للسؤال على المحتاجين لسد حاجاتهم. وفي أثناء المجاعات اعتاد بعض سلاطين المماليك مثل الظاهر بيبرس أن يكسروا من توزيع الأموال في سخاء على المساكين والمعدمين، كما يأمرون بجمع الفقراء وذوي الحاجات وتوزيعهم على الأغنياء والأمراء بحيث يلتزم كل منهم بإطعام عدد معين. فمثلا في حوادث سنة 660 عندما اشتد الغلاء أمر السلاطين بجمع الحرافيش وعدهم وتفريقهم على الأمراء والتجار، كل واحد على قدره، يعني حسب إمكاناته، ده يتولى 10 ده يتولى 15، ورسم لكل حرفوش في اليوم رطلين خبز، فما رؤي أحد يسأل بالديار المصرية من الفقراء. ونتيجة لأن الناس تولوا هؤلاء الحرفيش وهؤلاء الناس في هذه الفترة، مشى مناد في أسواق مصر ينادي أي حرفوش شحت صلب، لأن خلاص أنا كل واحد من المماليك أصبح مسؤول عن مجموعة بيديله خبزه وبيديله طعامه، فبالتالي إذا واحد منهم مش كده هيبهددوه بالصلب.
في طائفة أخرى من العوام دولت بيسموه المشاعلية. المشاعلية هم حملة المشاعل في المواكب، يعني بيحصل موكب بيبقوا شايلين المشاعل اللي فيها الزيت وفيها النفط. اعتبرت هذه الفئة في مصر من الطبقة الوضيعة، يشتغلون بالأعمال الحقيرة مثل كنس الطرقات وكسح الأقنية والسراديب الخاصة بالمجاري المائية الصرف، لأن في كل المحلات اللي موجودة في السوق كانت عندها سراديب تودي الفضلات اللي بتخرج عشان توصل للخليج، صب في الخليج، والخليج كان ملاصق لسور القاهرة الغربي، فكانت محتاجة دايما انها يحصل لها نوع من الكسح، انها كانت في محلات الطبخ والاكل والحاجات دي كانت موجودة في الاماكن دي. فكان هؤلاء المشاعلية هم اللي بيقوموا بعملية نسح وكسح هذه الافنية وهذه السراديب، وايضا هم اللي بيقوموا بعملية تنفيذ احكام الاعدام. عندما يعلق واحد على باب زويلة او واحد على كذا، كان هو اللي بيقوم بهذه العملية. ومن بعض الروايات اللي كانت منتشرة في الفترة دي هنجد ان بعضهم ربما كان يعمل مساعدا للشرطة. ففي رواية عجيب وغريب احد تمثيلات خيال الظل، هنجد ان بعض المشاعلية كانوا بيقوموا بتنفيذ اعمال اشبه باعمال الشرطة. طالما هو بيقوم بتنفيذ الاعدام فهو ايضا بيمثل حاجة رسمية للدولة، لان هذا الاعدام لا يتم الا بحكم قضائي وتم تنفيذه، وهو الموكل بتنفيذ هذه الرحالة. الأجانب اللي زاروا مصر في فترة المماليك هم قلة، لكن من الملاحظات المهمة اللي لاحظوها هي أن بالقاهرة عددا كبيرا من العوام بلا مأوى في النهار والليل سوى الطرقات، ناس هايمة على وجوها ما عندهاش مكان يناموا فيه ولا يسكنوا فيه، وأجسادهم شبه عارية. وتفاوتوا في تقدير ذلك العدد بين 50,000 و 100,000. 50,000 و 100,000 في هذا التاريخ المجموع الناس 3 مليون و 4 مليون، يعني يوري أنها عدد مهول. برنارد بردنباخ أبدى تعجبه الشديد ودهشته من كثرة عدد الشحاذين بالقاهرة، وقال إنهم أحاطوا به من كل جانب طالبين منه الإحسان، وكان أن تفع الضيق والجوع والعري هذه الطوائف إلى انتهاز الفرص للنهب والسلف وخطف كل ما تصل إليه أيديهم. هو ما عندوش أي حاجة يتقوت بها، فأبسط حاجة أنه يسطو على مكان، ينهب الحتة الفلانية، يسهي حد ياخد منه حاجة. لكن الفترة المملوكية كان فيها صراعات كثيرة جدا بين طبقات المماليك نفسهم، يعني المماليك الأشرفية مع المماليك الظاهرية، المماليك السليمية مع المماليك الظافرية وهكذا، فكانوا بينتهزوا هذه الصراعات بين المماليك. فكان بعض الأمراء يحاول يكتسب بعضهم إلى جانبه بحيث أنه يحتمي به أو يساعدوه في التصدي للمجموعة الأولى. فعندما حدثت المنافسة بين الناصري والمنتاج سنة 791، اللي هي الفترة الانتقالية لما استبعد الظاهر برقوق قبل أن يعود مرة أخرى إلى الحكم، تقرب منتاش من العوام وأخذ يترقق لهم ويقول لهم أنا واحد منكم وأنتم إخواننا وأصحابنا، ولكن العوام لم يقنعوا بأن يكونوا أداة في خدمة البغدقين عليهم فحسب، بل حدث أيام الغلاء سنة 798 أن هددوا المحتسب حتى انقطع أياما في بيتي لا يجرؤ على مغادرتي خوفا على نفسي من العوام. وكان إذا مات أحد الولاء الظالمين دفنته الدولة في مقابر النصارى خوفا عليه من العامة أن تحرقه لظلمه وتعسفه. يعني وفي دمياط قام العوام بثورة سنة 820 لظلم واليهم وفسقه، فحلقوا لحيته وشهروه على جمل والمغاني تزفه ثم قتلوا. هنا المغاني دي اللي أنا بقصدها، فهم ساعات يكتبوها والأغاني بما أنها زفة وكده فيبقى أغاني، لا هم نساء معيني. والمغاني تزفه ثم قتلوه. كذلك لم تحتمل العامة ظلم والي المحلة سنة 854، فهجموا عليه في منزله ونهبوه ثم أخرجوه وضربوه واستصحبوه إلى الجامع وهو عريان حيث مات من الضرب. الآن سلاطين المماليك خلاص اللي هو
الأوقاف والحاجات اللي كانوا بيعوضوا بها هؤلاء المماليك. أنا لما نقلت إلى العربية كتاب وصف مصر الجزء الخاص بالقاهرة، يعني أصبح هذا الوضع ممتد حتى إلى نهاية القرن الثامن عشر، فوجدت إن جمار بيقول إنه في بعض الأماكن كان شايف أماكن مهجورة أو خربة وفيها ناس قاعدة معيز مع ناس مع أطفال كلهم في مكان واحد بيمثلوا الطبقة الشعبية من الناس اللي إمكاناتهم محدودة جدا وليس عندهم قدرة على كسب قوت يومين. ده بيشبهني الحقيقة بما نطلق عليه النهاردة العشوائيات، يعني سكان العشوائيات هم سكان ينتمون إلى هذه الطبقة، ما عندهمش أي نشاط، نشاطهم قائم على أنهم ناس أجارية يخرجوا في الطريق ينتظر حد ياخده يشتغل معاه، عتال ينقل له حاجة، يديله حائط في بيت يعمل له حاجة من النوع ده. فهو دي نفس الطريقة اللي كانوا بيعيش عليها الحرفيش القدماء، بأنه بيستعينوا بيهم، ده بيستعين بيه ضد ناس، ده بياخده عشان ينفذ عملية معينة أو زي المشعلية اللي بيكسحوا الجرارات بتاعت المجاري والحاجات النوع ده. فواضح أن التركيبة نفسها ظلت أيضا ممتدة إلى فترات بعيدة، ويمكن أثناء النقاش نفتح مجال لحوار. شكرا.